أخوتي أهلا بكم في قناة مكاسب الإنترنت مع فيديو جديد مع شرح لموقع لتعديل العملات الإلكترونية مجانيا. قبل أن أبدأ الشرح أود منكم أن تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتضعوا لايك لفيديو وتشاركوا هذا الفيديو بين أصدقائكم. هذا هو الموقع، هذا يعني الموقع يعطيك من 2 إلى 5% أرباح كل يوم، يعطيك 100 جيجا هاش هدية التسجيل، و5% كما قلت أرباح يومية، و10% بالنسبة للإحالة. طريقة التسجيل سهلة جدا، نضغط على سين أب هكذا، هنا نضع اليوزر نيم، الإيميل، كلمة السر، نعيد كلمة السر، ندخل هذا الرقم هنا ثم نضغط على ريجستريشن. سأتسجل وأعود، سأضغط على الدخول سين إن هكذا، نضغط على لوجين. هذا هو الموقع، ها هي 100 جيجا هاش المجانية أو الهدية. الموقع يعدل على البيتكوين وجيجا هاش والبيتكوين والدوج كوين والإثريوم والدولار. نضغط على تشوز لاختيار أي عملة نريد التعديل عليها، أنا سأختار الدولار هكذا. فهو لقد بدأ بالتعديل. هذه إحصائية التعدين بهذه الهدية، 0.3 أصفار 3.8 في الساعة، 0.02 في اليوم، 0.6 في الشهر، و7.30 في السنة. إذا أردتم تسريع التعدين قوموا بالاستثمار. هنا الإيداع، هنا لي شراء جيجا هاش، وهنا رابط الإحالة. بالنسبة للإيداع يقبل البيتكوين، دوج كوين، ليتكوين، إثيريوم، بيرفكت موني، باير، يقبل 6 عملات إلكترونية. سأعود إلى الحساب. بالنسبة للويدراو بالنسبة للبيتكوين 0.200 ألف ساتوشي الحد الأدنى، بالنسبة للليتكوين 10 ملايين أو 0.1 ليتكوين، الإيثيريوم 0.05، الدوج كوين 3000، بالنسبة للدولار 1 دولار. والدفع إلى البيرفكت موني نختار هنا، بالدولار يدفع إلى الباير أو البيرفكت موني. هنا الريفيرال، هذا هو رابط الإحالة، تقوم بعمله كوبي ونشره في المواقع الاجتماعية، تأخذ 10% لكل من يتسجل عبر رابطك. أتمنى أن يكون الشرح واضح، والسلام عليكم. قبل ذلك سأترك لكم رابط هذا الموقع تحت الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.